أيها الشباب السوداني البطل، نحن هنا في جنوب كردفان الصامدة، في جبال النوبة، جبال المقاومة، جبال الصمود، ضد العدوان الغاشم للجبهة الإسلامية، ضد عدوان المؤتمر الوطني الذي يستخدم الموارد، موارد الشعب السوداني، وخاصة إيرادات البترول لشراء الأسلحة. أنتم تعرفون أن 70% من ميزانية الدولة، من الإيرادات السنوية، تذهب لشراء الأسلحة والطيران، الدبابات المدفعية، لتستخدم في قصف المدنيين، في القتل، في التشريد، في الترويع، في التجويع. وأنتم تعلمون أن هذا الاستهداف لشعب جنوب كردفان لا يقتصر على هذه الولاية فقط، إنما هو استهداف لكل المهمشين في السودان، وأننا يجب أن نتضامن لوقف هذا العدوان. علينا أن نقف معا، من أجل الحرية، من أجل إزالة هذا النظام، من أجل إسقاط هذا النظام، من أجل دستور جديد، دستور علماني ديمقراطي بعيد عن الدولة السيوقراطية والهيمنة بتاعت المؤتمر الوطني وهذه الفئة الظالمة الغاشمة. نناشدكم جميعا أن تهبوا للوقوف مع شعب كردفان من أجل إسقاط هذا النظام.